خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. نحضر اليوم بمدينة عين والسارة هذا الحفل الاختتامي لمخيمي القرآن الكريم للذكور والإناث، والذي أقيم طيلة 10 أيام، شارك فيه أكثر من 160 مشاركا، وختم فيه 5 طلبة القرآن الكريم، كما أنه استظهر الطالب القرآن الكريم في جلسة واحدة دون خطأ يذكر. هذه المخيمات تقام كذلك على المستوى الوطني في أكثر من 58 مخيما للحفظ المكثف للقرآن الكريم، شارك فيها ما يربو عن 6000 مشارك، وقد سجل فيها أكثر من 25,000 طالب راغب في حفظ كلام الله عز وجل. والحمد لله بدأت هذه الفكرة تنتشر عبر ربوع وطننا الحبيب، أن يتفرغ الطلبة والطالبات للحفظ المكثف ابتداء من الفجر إلى غاية المغرب، يتنافسون حول كلام الله عز وجل. وإذ يرتبط شبابنا بالقرآن الكريم، فإن هذا القرآن هو الذي يهديهم للطريق الأقوم، كما قال الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله تم تنظيم هذا المخيم الولائي في بلدية عين والسارة، وكان عدد المسجلين أكثر من 800 مسجل، وتم قبول 150 مشاركا، وذلك لطاقتنا الاستيعابية. الحمد لله كان هذا المخيم ناجح، وذلك لإنتاج 5 خاتمين، وذلك لإنتاج 5 خاتمات، وخاتمة من نوع ثقيل، وهي التي استظهرت القرآن كاملا في جلسة واحدة خلال 9 ساعات، فلله الحمد والمنة. كما كان لنا لهذا المخيم محسنين قاموا باستضافة هذه أهل القرآن، وأيضا كان لنا استضافة أكثر من 25 ولاية في ولايتنا المضيفة، ولاية الجلفة، فبارك الله في كل القائمين على هذا المشروع. يعني نحن اليوم في جو رائع من التكريمات، وسأروي لكم ما استفدت من المخيم في النهضة بالقرآن الكريم. يعني هو من أفضل المخيمات التي قد رأيتها في حياتي، تعلمنا الأخلاق والآداب وحفظ القرآن. يعني كانت هذه أول مرة تجربة، وكانت رائعة، وإن شاء الله يا ربي وفقنا بها نديروا تجربة أخرى.